السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا بكم في حلقة جديدة نكشف فيها عن التناقضات اللي بتحاول قناة الحياة وبرامج رشيد حمامي أن تخفيها عن الأنظار. في إحدى حلقات رشيد حمامي قام أحد المتصلين بمداخلة واستشهد فيها بكلام يسوع في الإنجيل: من قال لأخيه يا أحمق يستوجب نار جهنم. لكن المفاجأة إن المتصل فضح تناقض يسوع نفسه اللي وصف المرأة الكنعانية بأنها كلبة. الحاجات بتقول أن الإسلام يدعو إلى القتل، لأن يسوع قال لا تقتل، وحتى إنه بيقول أن من قال لأخيه يا أحمق يتحرم عليه يحرم عليه الملكوت. يسوع نفسه قال عندما جاء تطلب منهم أن يصنع أن يعالج ابنتها قال لها لا يؤخذ خبز البنين ويذبح للكلاب. يسوع نعت كل من هو من ذوي بني إسرائيل كأنه كلب. لا لا لا، هو منعت أي واحد من بني، لكن حرد عليه. هنا تدخل رشيد حمامي بسرعة وقاطع المتصل قبل أن يتمكن من تقديم نماذج أخرى من سباب يسوع، محاولا منع الفضيحة من أن تنكشف أمام المشاهدين. إلى غير ذلك، خبز الكلاب، لما يقول للمرأة لا ينبغي أن يطرح الخبز ويعطى للكلاب، خبز البنين يعني يعطى للكلاب. لابد أيضا أن نعرف الناحية أو السياق بتاع القصة نفسها. وقبل ما نكمل كشف الفضيحة لازم الأول نعرفكم بسرعة على الشخص اللي كان بيتكلم في الحلقة مع رشيد، وهو عبد الفادي. الشخص ده دايما بتستضيف قناة الحياة وبيظهر في دور المتنصر اللي بيحاول يقنع الناس انه ترك الإسلام، لكن في الحقيقة ما هو إلا كومبارس مرتزق شغال مع القناة علشان يلعب الأدوار دي ويمثل على الناس ويخدع المشاهدين. هنكشف حقيقته بالكامل قبل ما نكمل في تفاصيل الحلقة. أهلا بك أخ عبد الفادي. يا أهلا بك يا أخ رشيد. إذا كان الله كما أنا درست عنه في القرآن أنه كان مستعد يتجسد في الجبل أو في العليقة العليقة العليقة. إيه يا عبد الفادي حكاية العليقة دي؟ يا ترى جبت الكلمة دي منين؟ فين في القرآن اتقال إن الله تجسد في الجبل أو العليقة زي ما بتقول؟ فين درست الكلام ده؟ لأول مرة نستضيف شخص من المملكة العربية السعودية، وربما الكثير من الناس لأول مرة يرون مؤمنا بالرب يسوع المسيح يأتي من معقل الإسلام ومهده. لدي تساؤلات كثيرة، وأنا متأكد أنكم لديكم أنتم تساؤلات كثيرة سنطرحها على أخينا عبد الفادي. مرحبا بك مرة أخرى. أهلا بك يا أخ رشيد. طيب، أول سؤال كالعادة، يعني المشاهدون يريدون أن يتعرفوا من يكون الأخ عبد الفادي وكيف تربى في الوسط السعودي وفي المملكة العربية السعودية. كلمة لفريقا لفتت انتباهي، معنى هيك أنه وتفاجأت أيضا عندما اكتشفت أشياء كثيرة مثل هيك، مثل وعطية الله، معنى هيك أنه الله. أهي كلمة هيك دي اللي فضحتك يا عبد الفادي، وربنا شاء أن يفضح تدليسكم يا منصرين. مفيش حد من السعودية بيقول هيك، دي لهجة معروفة في بلاد زي لبنان، سوريا أو فلسطين. وتعالوا نسمع القرآن من عبد الفادي اللي كان مسلم وأصبح نصراني وعابد للصليب. رجعت للآيات مرة أخرى. بالضبط، فمثلا أعطيك مثال على بعض الآيات. في آية مثلا في سورة آل عمران، آية 78 بتقول: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. المائدة، لو نقرأ في سورة المائدة نرى أن هناك آية بتقول: قل يا أيها أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. آيتين ثانية برضو لفتت انتباهي بقوة في سورة المائدة أيضا، آية 43: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. عبد الفادي بيقول أن في آيات من القرآن أثرت فيه جدا لدرجة أنه تنصر بسببها، مع انه مش عارف حتى يقراها صح. بيتكلم كانه فهم القران، لكن الحقيقه انه ما بيعرفش يقرا حتى النصوص.
وبعد ما فضح عبد الفادي النصراني الكومبارس الفاشل، نرجع دلوقتي لفضح يسوع اللي بيتوصف عندهم بالشتام العنصري، ونشوف مع بعض عجز رشيد وعبد الفادي عن الرد ولجوءهم للكذب والتدليس علشان يهربوا من الحقيقة. اليهود كانوا بيدعوا أن الأمميين كلاب، كانوا يعطوهم هذه التسمية، وكانوا يعتبروا أن الخلاص فقط لليهود. كذاب يا عبد الفادي، يسوع قال أنه جه علشان يخلص اليهود فقط، زي ما هو واضح في متى 15:24 لما قال لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، وفي متى 1:21 قال لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، كمان في يوحنا 1:11 مكتوب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وفي لوقا 24:21 قالوا ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، وفي أعمال الرسل 5:31 بيقول هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، وفي أعمال الرسل 13:23 بيقول من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع السبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. فهل نصدق كلامك أنت يا عبد الفادي ولا نصدق كلام يسوع نفسه؟ الرب يسوع جاء حتى يعلن لليهود بأنه هو الملك المنتظر، المسيح المنتظر. لو تقرأ في القصة يا أخي أن المرأة الكنعانية ذكرت للرب يسوع بأنه يا ابن داود، فالرب يسوع تعجب بإيمانها لأنه هي عرفت من هو، لكن اليهود في جميع اليهودية لم يعرفوا من هو. وأنا أضيف أنه يعني حتى نوضحها بلغة أبسط كثير، بس يعني اليهود كانوا ينظروا للأمم على أنهم كلاب لا يستحقون خبز البنين، كانوا مع الرب يسوع المسيح، خاطبها بما يدور في أذهانهم. بالضبط، عبد الفادي بيكذب ويدلس وبيقول حاجات مش موجودة أصلا في القصة، ورشيد بيكرر وراه نفس الأكاذيب اللي ملهاش أي علاقة بالنصوص. فين الكلام اللي بتقوله يا رشيد إن يسوع خاطبها بما يدور في أذهانهم؟ يعني اليهود كانوا ينظروا للأمم على أنهم كلاب لا يستحقون خبز، قول عنهم كلاب عندهم إيمان أحسن منكم. فأعتقد أن هذا هو الدرس اللي أراد يوريهم، هو ما قال أنه أنتم كلاب، هو نطق على لسان اليهود ما يقولونه ثم رد عليهم في التفكير أنه يغير. شد بيحاول يخبي فضيحة يسوع الشتام بأي كذبة على القصة، لكن الحقيقة هتظهر بوضوح من النص نفسه وكلام يسوع السباب، مهما حولوا ويلفوا ويدوروا الحقيقة هتظهر وكذبهم مش هيخفي الكلام اللي قاله يسوع. في إنجيل متى إصحاح 15 العدد 22 نص بيقول وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا، فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا، فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال، فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني، فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. إله المحبة بيوصف أي شخص غير يهودي إنه كلب، فالمسيح طبقا لهذا النص هو كلب لأنه مش يهودي، فغير اليهود كلاب وخنازير. في النصوص الواردة في القصة بعيدة تماما عن مدعاه رشيد والنصراني عبد الفادي، والسؤال لكل مسيحي، هل تقبل انك تكون كلب او خنزير بإيمانك بيسوع العنصري الشتام؟ فيسوع لم ينشر رسالته للعالم كما زعم رشيد وعبد الفادي، فيسوع قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفي ختام حلقتنا نكون سلطنا الضوء على تناقضات وانفرقات خطيرة تحاول قناة الحياة ورشيد حمام التستر عليها، ووضحنا كيف إن يسوع الذي يدعي المسيحيون إنه رمز المحبة والتسامح هو في الواقع شخص وصف غير اليهود بأقبح الأوصاف.
تأكيدات يسوع عن عدم إرسال رسالته إلا لليهود فقط تتعارض مع الإدعاءات بأن رسالته تشمل الجميع، مما يطرح تساؤلات جدية حول فكرته عن المحبة والتسامح. كما رأينا كيف أن عبد الفادي على الرغم من محاولاته الظهور كمدافع عن الإيمان المسيحي كان مجرد كومبارس في مسرحية تروج للأكاذيب. وفي النهاية نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أضافت إلى وعيكم بمثل هذه الأمور، وأن نكون قد نجحنا في توضيح الحقائق للمشاهدين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا على اطلاع دائم بكل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.